لكن دي التامنة بتوقيت الأهلي. إيه حكاية رقم 8 مع تتويجات الأهلي؟ نشوف هذا التقرير. عمري ما أحب غير الأهلي ولا في غيره يفرحني. كلمات يتغنى بها جمهور النادي الأهلي عن قناعة وعن ثقة في قدرات نجومه الذين تربوا على حصد الألقاب وإسعاد الملايين من الجماهير العاشقة. من جديد يسطر لاعبو النادي الأهلي تاريخا جديدا بالتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، محققا رقما قياسيا يضاف إلى الأرقام القياسية التي تزين تاريخه المشرف الحافل بالبطولات والأرقام القياسية. وسريعا نجول بكم عبر التاريخ لنحكي لكم البطولة رقم 8 التي حققها لاعبو الأهلي في جميع البطولات المحلية والقارية التي شارك فيها. توج الأهلي بالبطولة الثامنة لمسابقة الدوري موسم 57-58، وهو اللقب الثامن له على التوالي في البطولة المحلية التي انطلقت موسم 48-49. الأهلي توج باللقب بعد فوزه على الزمالك في المباراتين الفاصلتين بنتيجة 4-2. وفي مسابقة كأس مصر حقق الأهلي اللقب الثامن له في موسم 39-40 بعد الفوز على الترام بنتيجة 3-1، سجلها حسين مدكور ومحمد الجندي ولبيب محمود. البطولة الثامنة في تاريخ النادي الأهلي والبطولة الثالثة على التوالي. بينما حقق الأهلي اللقب الثامن له في مسابقة كأس السوبر المحلي في موسم 2014، حيث فاز الأهلي بطل الدوري على الزمالك بطل الكأس بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، ليحرز المارد الأحمر بذلك لقبه الثامن والثالث على التوالي. كما توج الأهلي بلقب دوري منطقة القاهرة للمرة الثامنة في تاريخه موسم 37-38 برصيد 12 نقطة من 8 مباريات إفريقية. توج الشياطين الحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه موسم 2013 تحت قيادة نجمه السابق محمد يوسف بعد الفوز على أورلاند بايرتس الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين. وأخيرا توج الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه على حساب الرجاء المغربي بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة، ليواصل المارد الأحمر كتابة التاريخ وتحطيم أرقامه القياسية المميزة.